اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من لعبه الحياه على تلفزيون الحياه. شهر رمضان المبارك ينعاد عليكم ورمضان كريم طبعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. شهر جميل ومن كتر ما احنا بنحبه قوي وبنستناه من السنه للسنه ايامه بتجري بسرعه وبتكون كلها يسر دايما، وربنا يتقبل كل صيامكم وطبعا دعواتكم. السهر معكم رائع في برنامجكم لعبه الحياه ديل اور نو ديل. الحلقة اللي فاتت كانت معانا هدير كريم اللي غادرتنا وبيضم لنا مكانها متسابق جديد هو ماجد شريف. ماجد كل سنة وانت طيب، رمضان كريم. وانتم طيبين وكل سنة وانتم طيبين كلكم ورمضان كريم. الله ماجد حضرتك ساكن في مصر الجديدة. ايوه. وحبيت برنامجنا، بقالك قد ايه علاقة الحب ما بينك وبين لعبة الحياة؟ بصي الحقيقة أنا مش بتابع البرنامج بقالي فترة كبيرة، بس ابتديت أتفرج عليه الفترة اللي فاتت ديت وعجبني وحبيت فكرة البرنامج قوي. انت عارف ان احنا في رمضان عملنا نص مليون جنيه، فتلاقيك يا سوسه يا صغنن اتفرجت وعايز تشترك بس في رمضان عشان تكسب النص مليون. حقق احلامك كليتها ان شاء الله معنا يا رب. اتمنى لك هذا الشيء يا ماجد. اهلا وسهلا فيك نورتنا. جمهور العزيز انتوا كمان فيكم تشاركوا ببرنامجنا، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لنا رساله صغننه قد كده اهو، او تتصلوا فينا بالارقام اللي ظاهره على شاشه التلفزيون. الكمبيوتر هيقول لنا مين سعيد الحظ اللي هيلعب لعبه الحياه، هنتعرف عليه مع بعض. يا سلام يا دكتور. اقول لكم على دكتور هاني، طبعا شخصيه لطيفه جدا، جنتلمان، هو طبيب اسنان، دكتور اسنان، وبحب الابتسامه الحلوه، بحب السنين البيضاء، بيتفائل بهذا الشيء وهذا هو هدفه ورسالته بالحياه. طبعا الابتسامه دائما حتكون موجوده بحلقتنا، خاصه لما بكون هو عم يلعب. رح نشوف وراء دكتور هاني في ايه، واتمنى انه في الاخر يكون في نص مليون جنيه نتعرف عليه اكثر ونقول له اهلا وسهلا فيك يا دكتور بلعبه الحياه. هاني ادم 49 سنه، بيشتغل طبيب اسنان، بيحب السباحه والمزيكا الكلاسيك، وفي وقت فراغه بيحب يتفرج على افلام ابيض واسود. نفسه يكسب معانا النهارده عشان يسافر اماكن كتير. اهلا وسهلا دكتور هاني بلعبه الحياه. دكتور ازيك، ايه الاخبار؟ اتفضل. يا سلام على العلبه رقم 2 كده منوره في الاستوديو. دكتور هاني اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك يا رزان. طبعا انا سعيد كتير انه عم بستقبلك النهارده، عايز اعيد عليك برضو في الشهر الكريم، ويا رب كل احلامك تتحقق في الشهر ده وفي طيله اشهر السنه يا رب يا دكتور. ان شاء الله. دكتور طبيب اسنان، يعني نحن عاده بنقول ذا هوليوود سمايل او الابتسامه اللي جايه من هوليوود، ومرات بنقول مليون دولار سمايل. احنا عندنا هاف مليون، نص مليون جنيه، فعايز اشوف الابتسامه بتاعت نص مليون جنيه كده. هضحك نص بس كده. لا لا فوق وتحت. ايه الاخبار؟ كله تمام. والعيانين ايه؟ لطيف؟ كله لطيف، وعملت عيانين كتير النهارده من قعدتي معاكم هنا في البرنامج. دكتور هاني بتحب الافلام الاسود والابيض زيي؟ قوي قوي العربي. إيه بقى؟ الافلام الابيض والاسود العربي. ليلى مراد و... لا اسماعيل ياسين اكتر كمان. بتحب الكوميدي؟ يعني حتى ما اعرفش انام بالليل غير لما اتفرج على فيلم كده ابيض واسود وانام عليه. يا سلام. دكتور ساكن في الدقي. ايوه. ومتزوج. ايوه. وعندك؟ عندي كلب. الله يخلي لك ايه؟ بحب الكلاب. شو اسمه؟ روكي. روكي ولذيذ. روكي صغير ولا وحش؟ هو صغير بس متوحش. اوكي. يعني بيعفي بالغرض. مش متربي بس يعني. ما عرفتش اربيه. بتحب تسافر كتير. ولو كسبت مبلغ نص مليون جنيه النهارده هنعمل بيه ايه؟ اكيد هفرتكه في السفر يعني. عايز تلف الدنيا العالم. يعني لفيت نص العالم وجايز افكر الف النص التاني. طب ولقيت اجمل بلد فين؟ مصر. حلوه الكلمه دي. حلوه. انا برضو ده كان كمين يعني انا بس يعني انت عديت. تفتكري هرد عليك اقول لك لا بالظبط، لانه بجد بلدكم بلد جميله يعني، هي بلدي برضو. انا هتمنى لك الحظ السعيد. الله يخليك. يا رب ان شاء الله تكسب النص مليون جنيه يا رب يا دكتور. عايزينك تكسب انت، وعشان برضو نفرح الناس الموجودين بيتفرجوا علينا دلوقتي. ان شاء الله. حظ سعيد. فضل الجوله الاولى 6000 العلبه الاولى. حطي
هبتدي باستاذ مجدي نمرة 20. ماشي هاني انت حبيبي بلاش. انت حبيبي يا مجدي بس ده انت حبيبي والله يا دوك. خليك كويس بقى. ايوه اوكي. جود لك. أرقامه دايما فيها وراك كل همي فيها وراك كل انا مفيش حاجة فارقة عن حاجة. طيب 15 سارة. دكتور هاني ربنا يوفقك ان شاء الله. الله يخليك. وما تديش للناس حقن بتوجع بقى، خلي ايديك خفيفه. شوف انت وانا هحاول اخلي ايديا خفيفه. يا رب يا رب ان شاء الله. هلا ما طلعناش سوسه في العلبتين اللي فتحناهم. احنا بننظف بس الاول الحاجات اللي ملهاش لازمه. بننظف قلت لي. طيب 16 اسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. برافو يا دكتور. ما ينفعش ثلاثة وكفاية والبنك يتكلم دلوقتي؟ اللي أنت عايزه بس خلينا نخلص تنظيف عشان نشيل العصب بعدين. تعبت. طيب. نرمين كلهم بيخافوا منك. بس أنا مش خايف، نمرة ثلاثة نرمين. أنت اللي تخاف منك مش أنا اللي تخاف مني. جود لك يا هاني. بتوجع دي الحقنة دي بتوجع. بس لسه ما جيناش عند درس العقل. ده بيطلع في الآخر. فاحنا عايزينه يفضل لغاية الآخر. طيب 8 هنجي. لك يا دكتور وربنا يوفقك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. اخر علبة دكتور. افتح يا محمد 18 محمد عبد اللطيف. بص انت طبعا عارف ميرسي جدا احنا قلنا لك حلويات بعد الفطار رحت تجيب لنا دنش يا عم حلويات يعني كنافه بسبوسه ما انا مش عارف بقى يجاب ايه بس راجل اوروبي انت برضو يعني بالقشطه اي حاجه بالقشطه في يعني اي حاجه في رمضان حاجه بالقشطه عشان الدايت اللي انا وانت عاملين انا وانت دايت وكده وبتاع بالتوفيق يا هاني وربنا يكرمك. اوكي كويس مش وحش الحمد لله ما عندنا خسائر كثيرة تنظيف لطيف بس هي المئة ألف كانت أكبر رقم هناخد أول اتصال وأول أوفر يا رب يكون حاجة حلوة برضو بيضة فيها السوس إن شاء الله تتصلي أنت بي ما بدينيش رقمه تخيل مش عارفة مساء الخير اكيد بتحب الحلويات بتاعت رمضان قشطه وعسل ومكسرات كنافه بسبوسه يمي
دكتور هاني بحب يسمع ميوزك كلاسيك وبحب يتفرج على افلام الابيض والاسود، وواضح انه من النوع الهادي الرومانسي قوي يا رأفت. هو عايزني رومانسي؟ هبقى رومانسي. درس العقل لازم يتخلع بالاخر دكتور؟ لا مش شرط، لو طالع حلو هيفضل عشان يبقى عندنا عقل. انا لما كنت صغيره كنت فاكره لو شالوا درس العقل ما يبقاش عندي عقل. لا بالعكس، ده العقل بقى يبقى انا بقول بيزيد بعد ما ده بيتشال، بيبقى ضغط على العقل قوي فبيظهر بقى. دكتور العرض الاول 5300 جنيه. هتروح فين ب 5300 جنيه؟ ده يا دوبك اعرف اروح لو عرفت اروح يعني. ديل اور نو ديل؟ نو ديل. ديل. احنا مش عايزين دكتور هاني يروح في اي حته، عايزينه يقعد معانا طول السهره في لعبه الحياه ويكسب في الاخر نص مليون جنيه، وانتوا كمان لازم تكونوا معنا بعد البريك. للاشتراك اتصل الآن.